بيشتغل هون عن جد؟ اوف بيعرف يعبي اكياس؟ سوري؟ يومين. ايه بس انه ليه ما بتوصفه حدا طبيعي؟ مش غلط قصدي بس انه ليش بده يشتغل؟ ما انت قلت عالم ونو عالم خيي. ايه بس مش عم يعرف يعبي بالكيس وعم بياخر زمان. بدها تدخل ماركت بدها وقت مش خيي. ايه بس احني بيعبوا هن بيعبوا يعبوا حدا. ما تعيدها ما تعيدها انا عم بدك ما تعيدها خيي. ايه بس انه في وحده وقدام في وحده. ايه انا عم بطلع ما تعيدها بس انه كيف بيوظفون يعني ما فهمت. عندك شركه ما توظفه. انا اكيد ما راح وظفه يعني. طب ليش ما بتوظفوا حدا طبيعي يعني؟ هذا قرار الاداره. قرار الاداره فهمت بس انه بده نص ساعه ليفتح الكيس انه مش معقول. علي معلش هو عنده هلا رواه بس انه يوصفوا حدا نفهم عليه. ما شغلتي انا عبيهم يعني ما النزبون شو جاي اعمل بس انه ما عم يعرف يعبي بالكياس. ايه حط ايدك معه صيادو. هلا انا جاي انه صيادو جايز ما النزبون هو عم بيصيادك بس انت صيادو بيصيادك. ايه بس انه بده نص ساعه ليعبي لي الاغراض. وصار لي نص ساعه ناطر شو بس انه طبيعي يوصفوا حدا مش طبيعي هون. انت مش طبيعي عم تحكي معه هيك. لك يا خيي مش عم يعرف يفتح الكيس موظفينه هون يعني. لك كيف شو خاص زبون بده صار لي نص. لا يا خيي انا زبون وانت زبون انه جاي خيي. لا والله ايه متضايق بس انه يوصفوا حدا انه الانسانيه على راسي يعني. خيي لا ما بدي تعبيهم بليز اسرع يا حلو. لك حرام بس ليش مشغلينه هون انه يشغلوا حدا طبيعي. طيب بليز يا حلو اسرع حبيبي اسرع اسرع. عم بيتفائل علي كمان. لا لا اسرع اسرع اسرع. لا خلص يلا انا بتابع. انت بتنطري مشينا لبين ما يعمل. بس انه مش شغلتك سوري يعني انه انا زبون. اه انا زبون يلا خلص. بس انه ليه ما بوصفوا حدا طبيعي يعني؟ ما عم بيجبروا بخاطره. حرام شو حرام اظهر من البيت؟ لا حرام اظهر. ايه بس انه طبيعي يوصفوه هون يعني عن جد هلا. ايه مش طبيعي لانه عم تحكي عنه بس عم تحكي جد؟ انت رواق انه تشوفي حدا هيك عم يشتغل ما بيزعجك؟ لا ما بيزعجك؟ ليش بتوصفوا هيك عالم؟ انه وصفوا حدا طبيعي هون. ايه؟ متضايق؟ مين؟ عبي عنه. انا بحط لك اهو. يا خي مش شغلتي شو ماني زبون انا. زبون؟ طب روح ساعده. بدي علمه هلا صرت بدي علمه. حط ايدك عم بساعد عم بعلمه اياهم كمان. لك يا عمي ما صار لي ساعه ناطر انه لا اوكي فهمنا تمام. يا عمي ما قلت لا بس ما غلط يوصفوه هون. بلا ولا سوبر ماركت شايفها فيها حدا هيك. يا الله شو بدك روح عمود عنه. بس ليش بس ما هو بيشتغل هون شو خاصه ايه. جديد هو هون؟ ايه جديد امبارح اجى بالليل. ايه طيب بس انه روح عمود عنه انا بحط له. وزاد التدخل بقوة. هي دي الانسانيه بجد. ادفع عنك كمان هلا انا صار بدي اعبي كمان غراضي. لا يا خيي بس انه يعني وين الشباب؟ انا هون انا هون قل لي شو بدي حدا يعبي لي الغراض خيي. ليه ما بتوصفوا حدا طبيعي؟ هذا قرار الإدارة. ايه؟ ما بصير هيك. شو هو؟ طبيعي أكثر. ايه بس كيف بده إنه مش لازم يشتغل هون؟ عيب. لا منه مش طبيعي يشتغل هون. بلا طبيعي كثير. لا أنت لازم تنزل بوضعه قبل ما تنزل بوضع حالك. ماني مضطر أنا زبون شو يعني بس إنه ما حرام ليه؟ ما بيعرف ما بيعرف إيه؟ شو بقول لازم ما بيعرف؟ خيي لا بس إنه ما حدا اشتكى منه. ما قلت شيء. ما حدا اشتكى. اه انا اول واحد بيشتكي. ايه اول واحد ما حدا اشتكى فيه كله مبسوط فيه. ايه مبروك. بسمع حديثك عم تحكي عن شخص هالقد قدراته الا هالقد. انا ما قلت شيء عن قدراته انا عم اقول ليه موظفينه هون لانه ما بيزبط يشتغل. لا ما بيزبط يشتغل هون شو هالشيء. يلا يا حلو حبيبي اسرع اسرع بكثير اسرع. عم طب كيف هيك طيب كيف بتوظفوا هيك عالم ما عم بفهم. معلش احترم الانسان. ايه مدام عراسي الانسانيه كلها بس انه ماني مضطر. حياتي في الماركت
عايز انا بدون مهرات؟ مش شغلتي انا موظفين حدا يهتم. ايه مزبوط. مش مع صابون دبون؟ ايه هو يدبون انا مش شغلتي. ايه بتعمل شغله؟ كل عمرهم بيوصفوا حدا طبيعي، هلا صار انه ما بدهم يوقف. انت مش طبيعي. انا مش طبيعي. ومع كل لحظة كانت بتمر علينا في التصوير كان بيزيد التدخل قوة، وهنا كان لازم نتدخل بسرعة. مرحبا مدام. هاي. كيفك؟ ماشي الحال. طارق سويد. اهلا. من برنامج الصدمة. يلي شفتي قدامي كان مشهد تمثيلي، ليه حسيتي بدك تتدخلي؟ اول شيء لانه حرام، يعني اول شيء مش ذنبه انه الله خلقه هيك، هذا واحد. اثنين انه منه شخص ثقيل، بالعكس هيدا انسان مميز بكفي انه راضي يشتغل، هيدي شغله انا بشوفها كثير شغله حلوه يعني، فليش ما نساعدهم يعني؟ وين المشكل؟ شو الحل لحتى نساعد انه ندمج هالاشخاص يلي هن ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجتمع؟ الحل انه نشجعهم، نشجع المؤسسات يلي بتوظفهم لحتى يصير في عندهم فرص، نعطيهم فرص. حرام يعني الزلمة لازم يكون عم يشتغل فيه، يعني عنده كل شيء، عنده ايدين، عنده اجنان، بيعرف يحكي، بيعرف يروح، بيعرف يجي. فعيب انه واحد يكون مثل بالنسبه لهم للعودة العالم، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ما فينا نتركهم. زوزو هو زميلنا دمعتي. ليه حسيتي حالك بدك تتدخلي بداية؟ لأنه قلت له أنه هالقد قال له عافية قدرات ولازم يختلطوا بين الناس ولازم يصيروا فريما على بارت من المجتمع. اليوم لكل الناس اللي بيرفضوا دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، شو بتقلهم إذا بدك تقلهم كلمة؟ يعتبروا الواحد خي ما بدي أكثر من هيك، مش رفيق، خي.